10 أعوام من النجاح والتميز في دعم صناعة الدواجن في مصر. كانت البداية في السوق المصري في نهاية ثمانينيات القرن الماضي من خلال سانوفي لصحة الحيوان، والتي انفصلت في عام 1999 بكيان مستقل تحت اسم سيفا لصحة الحيوان. واليوم أصبحت شركة سيفا لصحة الحيوان واحدة من أكبر 10 شركات عاملة في مجال الصحة الحيوانية على مستوى العالم. منذ عام 2007 شركة سيفا مصر لصحة الحيوان تقدم لصناعة الدواجن في مصر العديد من المنتجات المتميزة، والتي تعتبر علامات مضيئة في طريق مكافحة العديد من الأمراض الوبائية في مجال الدواجن. بدأت بعدد 5 منتجات، ووصلت اليوم لما يقرب من 45 منتجا من لقاحات وأدوية خاصة بالدواجن، بداية من لقاح IBDL وحتى لقاح ترانسيميون لمكافحة مرض الجامبورو، وانتهاء بمجموعة اللقاحات المحملة الأولى عالميا فيكتروميون، والتي تضم عددا كبيرا من اللقاحات المصنعة بطريقة مبتكرة لمنع انتشار والقضاء على أخطر الأمراض الوبائية التي تهدد صناعة الدواجن في مصر. لقاح ترانسيميون، يعتبر هذا اللقاح الخطوة الأولى والأساسية في طريق السيطرة على مرض الجامبورو، وليس الحماية فقط. يتم استخدامه عمر يوم في معمل التفريخ، حيث يتم تحصين ما يزيد عن 70 مليار طائر تسمين حتى الآن بهذا اللقاح الفعال على مستوى العالم. في نهاية 2012 قدمت شركة سيفا مصر لصحة الحيوان اللقاح المحمل الوحيد عالميا للحماية ضد مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة والمريك معا بجرعة واحدة في معمل التفريخ. هو لقاح فيكتروميون AI، والذي يعتبر طفرة في مجال تحصينات الدواجن، والذي زاد استخدامه بصورة كبيرة في كبرى الشركات والمشاريع ومزارع الدواجن في مصر في قطاع التسمين والبياض والأمهات، تحت الإشراف الكامل لفريق الحقن الخاص بشركة سيفا مصر لصحة الحيوان في معمل التفريخ، وما زال النجاح مستمرا. لقاح فيكتروميون ND للتصدي والحماية ضد مرضي النيوكاسل والمريك معا، عمر يوم في معمل التفريخ. واليوم تقدم شركة سيفا مصر لصحة الحيوان لقاح سيفاك آيبرد، أفضل حماية لقطعان الدواجن من جميع العترات المغايرة لمرض الالتهاب الشعبي المعدي المعروفة في مصر، والعترات الكلاسيكية عند الاستخدام مع عترة H120 لقاح فيتابرون، أو عترة B48 لقاح سيفاك ماس إل في معمل التفريخ. وأخيرا شركة سيفا مصر لصحة الحيوان تقدم العديد من الخدمات الفنية والدعم لعملائها، وفي مقدمة هذه الخدمات فريق حقن متخصص تم تدريبه على أعلى مستوى لحقن الكتاكيت، عمر يوم في معمل التفريخ لضمان كفاءة عملية التحصين، بالإضافة إلى الإشراف على عملية التخزين وتجهيز اللقاحات بصورة صحيحة لضمان جودة وكفاءة التحصين. شركة سيفا مصر لصحة الحيوان تضمن وصول اللقاحات إلى عملائها طبقا لأعلى معايير الجودة والأمان الدولية. شركة سيفا مصر لصحة الحيوان 10 أعوام من النجاح والتميز في دعم صناعة الدواجن في مصر.